رمضان اختلف في السنين اللي فاتت عن دلوقتي؟ والله ده بيعود للناس نفسها، يعني بعض الناس تعيش وسطيهم تحس برمضان من 50 سنة، وناس بيعد عليهم رمضان وكأنه مش رمضان دوت يعني. لكن لا شك ده شهر ليه عادات، طبعا عادات ثابتة، عادات ما نقدرش إن إحنا نتعداها، وده جماله لأنه هو تقليد وديني شهر وشرعي، الخير. وليه في كل بلد من البلاد تكاد تكون نفس التقاليد، لأن منصوص شرعا طبعا بنصوم قد إيه من إمتى لإمتى، فهو هو شهر ديمقراطي. شهر الخير.